السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي الكرام في كل مكان، أسعد بلقائكم مجددا كالعادة. إذن الكثير يشتكي من تجميد يعني الرصيد، ويشعر أن المدة قد طالت وأنه يعني لا يعرف كيف يتعامل مع يعني الدفعات وتطول مدة من أجل الشحن وما إلى ذلك، يعني الأمور معروفة. أحبتي الكرام، الكل يعرف أن الحسابات الجديدة والحسابات البائعين الجدد المبتدئين تكون حساباتهم مقيدة ومحدودة إلى أجل يعني هو يتحكم فيه، أنت من تتحكم في هذه المدة أخي العزيز. فكلما رفعت المنتجات وكلما استمريت في العمل بشكل وواظبت في العمل وحصلت على مبيعات ويعني كسبت ثقة الإيباي وعملت بشكل قانوني، الإيباي تراقبك لمدة 90 يوما إذا لم ترفع أشياء مخالفة، إذا يعني كنت منضبطا في العمل، إذا كانت الليستنج جيدة واحترافية وليس بها أخطاء. وهذا يعني هدفنا من هذه القناة، يعني حتى لا تقع في مختلف الأخطاء، لأن هنالك بعض الأخطاء التي لا يلقي لها البال بعض يعني المبتدئين في مجال التجارة على الإيباي، وهذا سيؤخر عملية رفع الحدود. لهذا من البداية كن إنسانا محترفا في العمل، وكل شيء تقوم به على الإيباي يعني تقوم به عن علم عن معرفة. لهذا يعني قبل أن تبدأ، ودائما نكرر هذه الجملة، لا تجرب، لأنك يعني ستقع حتما في الأخطاء. لهذا ابدأ بالأشياء الصحيحة مباشرة. لماذا؟ حتى ترفع هذه القيود. ثم عليك أن تحصل على عدة مبيعات في مدة وجيزة، مدة قصيرة، لأن هذه 90 يوم يعني ستحتسب من يوم يعني بدء العمل ورفع المنتجات دون انقطاع وباستمرارية. لابد أن ترفع كل يوم كل يوم كل يوم بالطريقة الصحيحة، بعمل يعني مستمر، يعني كل بصيانة القوائم، بالأشياء التي يعني المتواجدة على مستوى القناة، ويعني هي بشكل مجاني. عد إلى الإعدادات، اضبط الإعدادات بشكل الجيد، يعني اختر الفئة المناسبة للمنتجات، ضع عنوانا جيدا، ضع وصفا جيدا، إذا تواصل معك أي مشتري رد عليه، إذا استفسر رد عليه حول ذلك المنتج، وهكذا. بالتالي سيرى هذا الإنسان أو يعني الذي وظفته الإيباي من أجل مراقبتك، سيعني بشكل تدريجي وبحصولك على المبيعات وحصولك على بعض الفيدباك سيرفع هذه القيود بشكل تدريجي. يكون هنالك تجميد للرصيد، ومرة يتم يعني إرسال الأموال في وقتها، وهكذا وهكذا. بمرور الأيام سوف يتم رفع القيود عليك، لكنك بعد رفع القيود رجاء أيضا عدم يعني المغامرة بالحساب وتقول أن لدي الإمكانية في يعني استلام الأموال في الوقت، فتبدأ يعني يبدأ البعض في المخالفة، ويبدأ في البعض في وضع منتجات مخالفة كالديجيتال برودكت، أو يعني منتجات طبعا تكون براند يعني ذات علامات معروفة، وبالتالي أو يضع مثلا أرقام يعني الهاتف، أو يضع الإيميلات، وهذا الإيميلات في طبعا في الوصف، لأن الإيباي ترفض على الإطلاق أي معاملة خارج الإيباي، وممنوع منعا باتا أن تجعل الإيباي فقط من أجل يعني وسيلة للترويج وتكون عملية البيع خارج يعني الإيباي. بالتالي سيتم حظر حسابك على الإطلاق، خاصة يعني الحسابات الجديدة. ثم هذه هي طبعا
يعني الشرح الكامل لعملية يعني رفع الحدود والقيود على الحساب أو الحسابات الجديدة بسرعة بسرعة. إذن أتمنى أنني قد أفدتكم والرسالة قد وصلت وكل شيء يعني قيدتموه في يعني هذه النقاط في يعني ورقة حتى تتذكروا يعني هذه النصائح. إذن نلتقي إن شاء الله في حلقة مقبلة بحول الله عز وجل في يعني موضوع جديد حول يعني مجال التجارة الإلكترونية على الإيباي بالخصوص. السلام عليكم.